السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو مختلف عن كل مرة، مش طبخة مش أكلة، حاجة كده حابة اوريها لكم. عملت سبيزة، يعني شوبينج للأكل زي ما بنقول في مصر، أو تسوق. حبيت اوري لكم، دخلت سوبر ماركت جبت شوية حاجات كده بسيطة جدا، فقلت اوريها لكم واقول لكم نشوف ايه الاسعار هنا، والاسعار يا ترى في ايطاليا هنا غالية ولا مش غالية، وهنشوف معاكم ايه الماركات اللي انا بستخدمها في اكلي وفي الحاجات اللي انا بحب اجيبها جدا تبقى موجودة في بيتي مستغناش عنها. اول حاجة حابة اتكلم عنها اللي هي النشا، دي نوع من انواع النشا اللي هي اميدو ام دي معصي، دي هنا دي النشا بتاعت الذرة لو انتي بتحبيها ذرة، في كمان منها بتاعت القمح، بس انا بحب نشا الذرة دي، حلوة جدا جدا للمهلبية، للرز بلبن، لاي حاجة انتي حابة تعملي بيها، كمان بتنفع في البسكوت لو عايزة مقرمش، حاجات كتير قوي قوي، فدي ما بستغناش عنها في البيت. بما انها خلصت جبت منها العلبة دي، مش غالية، هي في حاجة اسم في سوبر ماركت اسمه اميدي، مش فاكرة كانت بكام شنتزم، بس على يعني ما اعتقد كانت بيورو حاجة او اقل من كده، بس مش غالية، كويسة جدا. تمام، تعال ندخل برضو على حاجة يعني ما بستغناش عنها في البيت، وهي الزوكيرو افيلو اللي هو السكر الباودر، مستغناش عنه في البيت خالص، حتى لو مش هعمل كيكة ولا اي حاجة او بسكوت، بس لازم يكون موجود عندي لأي ظرف من الظروف، يعني بحبه جدا يكون موجود، فجبته. ده برضو كان بحوالي 59 شنتزم او 79، مش غالية، برضو من الأمدي. تمام، تعالوا بقى ندخل على حاجة كمان اللي هي الذرة الصفراء، بقى بحبها جدا جدا على السلطة، وطبعا هنا في ايطاليا في انواع من المكرونات بنعمل بيها، بنحط عليها الذرة الصفراء، مثلا ممكن اللي هي المكرونة نوع انواع ايه، باستا راجو، اللي هي الباستا بالبانا اللي هي دي البانا، ممكن نعملها دي ونحط عليها ذرة صفراء وخضار، دي البانة اللي بتحط على المكرونة يا بنات مش على الحلويات، دي اللي هي كريمة الطبخ اللي بيقولوا عليها في مصر. تمام، اهي بالكوكينة اللي هي دي للمطبخ، كل حاجة في المطبخ بقى ممكن تتاكل كده لو بتحبي تاكليها كده بفينو، وكان بتحط على المكرونة وعلى البشاميل وعلى كل حاجة. تمام، ودي برضو الذرة الصفراء بنجيبها كده بالتلاتة، طبعا اللي عايشين هنا عارفين. تعالوا بقى اشوفكم في الايبرا، نازل عرض حلو قوي قوي على الكافي دي، الكيمبو دي حلوه، انا بصراحه لسه ما جربتش النوع ده، بس لقيت عليها عرض 50%، هي المفروض دي ب8 يورو، نازل عليها عرض اللي هي تبقى ب4 ب54 شنتزم، فجبتها من الايبرا. هنجربها مع بعض واشوف لكم طعم القهوه فيها عامل ازاي، اتمنى يكون كويس. تمام، انا من الناس لما بتجرب خصوصا في القهوه نوع وعجبته ما بحبش اغيره. تمام، بس انا من برضو بحب اشوف اطعمه مختلفه من القهوه. تمام، تعالوا نشوف بقى العشق اللي هو البرينجلز. البرينجلز من الحاجات اللي هي اللي انا بعشقها جدا، طبعا سعره في مصر دلوقتي الكبيره منها 75 جنيه على ما اعتقد، كنت دايما وانا في مصر بجيب اللي بحب اجيب الصغيره دي، بس هنا بقى بما ان انا في سوبر ماركت وكده، فما مش كل مره هدخل اجيب الصغيره، بجيب دي. طبعا هنا الحياه مختلفه عن مصر شويه، في كل مكان موجود ممكن تلاقي حد بيبيع الشيبسي والكلام ده، هنا سوبر ماركت بس يا اما البارات، وطبعا يعني هنا بنجيب كميه وتبقى عندنا في البيت، بحبه قوي، خصوصا بحب طعم البصل، كان عليه اوفرته هو كمان نازل بيورو و39 شنتزم في الايبرال، برضه حبيت اجيبه. تعالوا بقى نشوف جبت بسكوتات ايه للفطار، جبت النوع ده انا محضره معاكم بيه الفطار النهارده، كوستينا دي البيكوكا اللي انا بحب موت البيكوكا، يعني بحب قوي قوي المشمش، بحب مربى المشمش بحبها، ده عباره عن طرب، هو فيه 10 اهو، كاتب لك الرقم بتاعه فيه 10. الماركه دي حلوه قوي قوي، بتنزل على طول على فكره، هي كان جايه 2، طبعا احنا فطرنا بواحده النهارده، كان جايه 200 مع بعض، كان نازل عليه برده 50%، فانا جبته لانه حلو جدا وانا بستناه على طول كل ما بينزل لانه جميل قوي، انصحكم تجربوه لو حابين تجربوه. من البسكوتات برده اللي لازم اجيبها في البيت بحبها جدا رغم ان انا بعمل كل حاجه، بحب قوي اوريو،
من وانا في مصر بحب اوريو، خصوصا بقى لما بتجيبي بقى الاوريو او البوريو في مصر وكده، تروحي جايه عاملاه باللبن بالشوكولات وتحطيه كله في الخلاط كده، هبقى اعملها لكم مره، جميل قوي. فانا بحبه، ساعات ببقى عايزه اكل حاجه بشوكولاته وكده، بجيب انواع تانية. انا برضو من الناس اللي بتحب لوكر، بحب بسكوت لوكر جدا جدا جدا، واوريو بعشقهم. فلقيته برضو نازل عليه اوفرتا فحبيت ان انا اجيبه. كان ده كان بحوالي يورو، ده بيورو، فبحبه. تعالوا برضو جبنا البسكوت ده، تمام. ده بسكوت سادة بس عليه سكر من فوق، حلو قوي. لو انت مثلا بتحبي تشربي لبن الصبح، عايزة تغيري الكلام ده، وبان الفترة دي طبعا انا مش عارفة عن حاجة ولا عارفة اصور لكم فيديوهات كويس عن اكلات، لان انتوا عارفين في ايطاليا دلوقتي خدنا الاجازة وخدنا الفيريا، عارفين يعني ايه بقى فيريا وجوزك موجود في البيت، فمش كل حاجة تعملها في البيت، فبنستسهل. استسهلت وجبت الحاجات دي. البسكوت ده انا مجرباه قبل كده، هو ده كيلو، لا ده مش كيلو كامل، ده كمان اهو 700 جرام مش كيلو، بس حلو جميل قوي، انا بحب طعمه. ده ساده. تعالوا بقى اوريكم دقيق السومولينا يا بنات، اهو ده اللي بيتعمل منه البسطه وبيتعمل منه عيش برضو، وده اللي انا بستخدمه وبحط منه على العيش، ومعظم الاوقات بحط منه كوبايه على البيتزا، فما كانش عندي كان خلص، فبجيب منه واحد بس بيكفيني كميه لاني ما بستخدموش بكميه كبيره، تمام. هو ده هتلاقيه في قسم المخبوزات، لو انتي مش في ايطاليا ولا في دوله اوروبيه هتلاقي ده، دي السومولينا عادي اللي بينباع عند العطار، تمام. طبعا لا غنى عن دي، اللي هي الفورماجو، الجبنه المبشوره. كل الناس اللي في ايطاليا طبعا اكيد بتجيب دي، لان دي هنا متعودين على الباستا بعد ما بنعمل كده مكرونه بالطماطم او بالبيستو او بالبانا او باي نوع مكرونه او باستا الاوليو اللي هي بالزيت والثوم، هعملها لكم ان شاء الله قريب جدا. بنحط عليها الجبنه دي. مش عندك الجبنه دي ممكن تستغني عنها وتحطي جبنه رومي مبشوره، بتبقى حلوه قوي قوي على المكرونه. طبعا بما اننا في ايطاليا فبنقول لك عن المكرونه، لان اكتر اغلبيه الاكلات هنا في ايطاليا هي المكرونه. بس كده خلاص. دي شويه، لا لسه استنوا، ودي شرايح جبنه. حبيت اوريكم النوع ده بالذات لان الجبنه دي خطيره للناس بقى اللي عشاق الجبنه زي حالاتي. مثلا ممكن تيجي بالليل تقول لك عايزه اكل حاجه فما تلاقيش حاجه في الثلاجه غير ده، انا بقى من الناس دي، بحب الجبنه جدا. حطي بقى في توست كده وحطي التوست يتحمص في التوستر، يا نهار ابيض مش قادره اقول لكم الطعم، جوعتكم انا عارفه. بصوا الساندوتش ده انا يعني ممكن ده العشق الاساسي اللي انا بعمله، مش شرط يكون عندي العيش ده، ممكن في اي حاجه تانية، بقطع طماطم وخيار، بحب الجبنه دي جدا جدا عن تجربه، جربوها وقولوا لي رايكم ايه. بس كده، هي دي شويه المشتريات اللي انا جبتها، وحبيت اعمل لكم اول فيديو عن مشترياتي. انتظر يعني انتظر الفيديو الجاي ان شاء الله، هنزل لكم عن المساحيق اللي انا بستخدمها في الغساله وفي البيت النظافه. وطبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة فضلا ليس امرا، وانتظروني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.